هي فين؟ راحت فين يا ماما؟ فرشة الاسم بتاعي التلياني ال 24 كانت تحت. معرفش انا معرفش معرفش هي فين. امال مين اللي يعرف؟ مين اللي شالها يعني؟ عفريت؟ عفريت؟ هو في عفريت يستجري يجي هنا في وجود سعادتك؟ مع الخفة. فين بقى؟ خلصي. ليش عرفني؟ انا اسفه قوي قوي. لا هي شبكت كده وانا طالعه كانت في ايدي اهي. انا اسفه شبك حبيبي. مش عيب. استنى دافنشي دافنشي استنى استنى بس. نعم دافنشي دافنشي. نعم نعم. لو سمحت يا استاذ دافنشي. افندم انا بس عايز اسالك سؤال. نعم. واحد بس حضرتك. اتفضلي. هو انتوا عندكم يعني في معشر الجن والعفاريت والحاجات دي كده عادي يعني ان انتوا تتحرقوا وتموتوا وبعد كده ترجعوا تاني كده عادي برضو يعني مفيش مشاكل خالص يعني ولا ايه؟ سؤال فعلا مهم قوي. اه طب معلش طب تسمحي لي انا بسؤال الاول. اه طبعا اتفضل اتفضل حضرتك اسال. انتوا عندكم في معشر الانس والبني ادمين وكده الهبل ده عادي صفه منتشره كده؟ ليه كده حضرتك يعني ليه الغلط ده؟ على فكرة أنا ما أقصدش أي إهانة. أو لما حضرتك توصفني أنا بالهبل تبقى مش إهانة؟